السلام عليكم، تحية لجمهور البوغوس. شكرا. سي عتيق البوغوس حتى هو والضيوف الهضره في راسكم انتوما. باسم جميع الكسلة ديال المغرب انا كنقول لكم برافو، طيرتوا كاع داكشي اللي كاين ديال النقاط. باسم الناس اللي جابوا 6 في الفيزيك، 4 في الماط، 3 في الانجليزية، في خاطر الناس كاع اللي جابوا الرطراباج كنقول لكم اي سخر ربي. برافو عليكم. هو خصكم تعرفوا ان الكسول راه ما كانش كسول، راه غير رزق، راه غير رزق والله العظيم. دابا مزيان انا سولي واحد الكسول قال لي دابا كيفاش داك 21 ونص فين جات ديك نقطة ونص؟ قلت له لا راه مع الزيادة ديال المازوت زاد تا نقطة تما. برافو عليكم. دابا خصك تعرفوا ان الكلاسمون ديال القسم شنو فيه، شنو كنلقاو في الكلاسمون ديال القسم؟ كنلقاو النجباء، نجيبة على وزن حبيبة، برافو عليك. كنلقاو المجتهدين، المتوسطين، الكسلاء، المجلجين، المسطحين، المصندلين، السطول العامرين، الخاويين، وكنلقاو الصين في اسفل سافلين. هو واحد النوع ديال الطلبه والتلاميذ كيحضر مره مره، عنده الدفتر كيدير فيه الكوتي وسط منه ما فيها باس. تقدر تلقى مثلا درس ديال الاجتماعيات فيه زيتونه البطاطا كتقلب. هاد النوع ديال التلاميذ كتلقى عنده جميع التصاور ديال ميسي واخا كيموت على الريال. هو ذاك النوع ديال التلاميذ اللي كتقول لي 4+4 وكيسكت قسمين ويحسبها بيديه وبرجليه وكيقول لك 4. هي هذه. خصكم تعرفوا باللي الكسول راه اكبر انسان واثق في راسه على وجه الارض. دابا المجتهد ملي كيسالي الامتحانات كتلقاه كيحسب وكيشوف ياك ماشي نقطه تزكلات، وكل نهار يطلع على الطابور واش خرج. الكسول لا، من نهار سال الامتحانات مشى الافران كيدور مع صحابو، عارف ان شاء الله النتائج غتكون مشرفه. الكسول انسان متواضع، النقطه ديالو هو بوحدو اللي كيعرف حاجه فيها، ماشي زايب 20 وكيبان قدامنا. لا، داكشي والوالد ديال الكسول كتسولو شحال جاوك، واخويا من نهار جاب النتيجه غبر له ولا النتيجه لا سكينه. شكرا. الكسول النقاط ديالو اش كتلقى؟ كتلقى 5 الكات 2 3 الدفاع، ما كاينش وسط الميدان الهجوم ما كيدورش، الشونجمون عنده غير الحراس، ما كاينش من الاول داير الخطه ديالو هو ما عندوش معاه وبخير ني با لا. المجتهد كتلقاه جايب 19 وكيقلب على ديك النقطه فين مشات. الكسول اللي جايب 5 و15 مشات وكيقلب على النمره ديال الظاهره فين كاينه. ما تسوقش. وباش كيقتلوك الاباء ديال المجتهدين، هو كيجي للمؤسسه كيلقى ولده مثلا جاب 17 على 20 في الفرنسي، ما تسرطات ليه ديك 3 فين مشات، وكيقلب ياك ما عنده شي مشكل في الكرامير، ياك ما عنده ان بروبليم بسيشيك. الله يهديك انت ولدك رضخ 17 وكتقلب واش عنده بروبليم بسيشيك، واللي جايب 6 عنده ارتجاج في المخ. وانا نهار كنجيب 10 في الفرنسي كنبقى ندوي بها سيمانه مع مالين الدار. كتقول لي الوالده اش كي، كنقول لها نو ميرسي لا بروشين فوا. ما كاينش. واصلا اش بقيت قريت انا الفرنسي؟ نهار حيدوا لنا الاستاذ وجابوا لنا الاستاذه لالا سعاد، قرينا الفرنسي. نهار جابوا لنا لالا سعاد قرينا الفرنسي، حبينا الفرنسي وحبينا حتى لالا سعاد. كنا 25 واحد في القسم ولكن الحصه ديال لالا سعاد اوني 380 بيرسون. الوالد المقدم الشيخ قرا الفرنسي ذاك العام. عرفتوا شنو هو السبب ديال الربيع العربي ولا لا؟ حولوا لالا سعاد لواحد الدوار اخر. نط قربالا خص لالا سعاد ترجع للدوار ديالنا. الريكاطا الروينه ترجعات. ولكن الناس ديال الدوار ديالنا طولانطيين باش ما تبقاش تمشي وتحول، زوجوها بالمقدم. كتلقى الاب ديال المجتهد زاي وكيسول الاستاذ ديال الفرنسي ياك لاباس شنو عنده، كتقول ليه نو الى جوست ان بروبليم، ما كيفرقش بين لو راديكال، لو راديكال دو فيتور والكونديسيونيل. هو الكسول راه ما كيفرق بين لادفيرب والصبوره وبخير با ما عمرو سلم المؤسسه هانيه. فوالا راه عنده غير هذا الاشكال. الله يهديك الكسول كيقول ليه الاستاذ كونجيكي لو فيرب ترافايي في البريزون، كيكونجيكيه مع البروميير بيرسون كله. جو ترافايي جو ترافاي جو ترافاي جو ترافايون جو ترافايي جو ترافاي. كتقول لي المعلمه ونهار ترافايي جيك حل ليا وجي. كيقول ليها نو في المغرب باش تخدم ماشي مساله قرايه، راه شحال من واحد بحالي استاذ غيولي برلماني ينجح ان شاء الله ويمشي بخير وعلى خير. وفعلا حيتاش الدبلوم المخير عندنا في البلاد هو الجبهه والسنطيحه بلس 4، ما كاينش زعما تكون واضحين.
راه ما كانش زعما بالنقاط ولا لا، وحنا كنتمنوا لكم حظ سعيد، ولكن راه هذا الشيء. والغريب في الامر قال ليها لا، شوفوا استاذه علاش حنا ملي كنتهجوا في القسم كتخرجونا، وملي كيتهجوا في البرلمان ما كتخرجوهمش؟ علاش حنا ملي كنلعبوا في القسم سيروا غنتشجعوا هاد الليله كاملين، بقا تصفقوا بس تما، علاش 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 حنا ملي كنلعبوا في القسم كطردونا، وهما ملي كيلعبوا السودوكو ويلعبوا الكارطه ما كطردوهمش؟ علاش؟ واللي كيقتلني في المسؤولين ديالنا بعض المرات كتلقاه نص ساعه ساعه ونص وهو كيدوي في التلفازه ما كتفهم فيها لا تباعات. اش كيقول لك؟ كيقول لك لقد قمنا بمجموعه من الاصلاحات البنيويه التي تنبؤوا لي حول اطار ستيبومولوجي يؤسس الى دراسه ستيبوموغرافيا من اطار سياسي يؤسس الى دراسه. هذا من جهه، واخا ما فهمتو حتى زدت من الجهه الاولى، يجب تجوي معنا بلغه الخشب، تجوي معنا عادي ديريكت، قلنا ها شحال طيرنا في البر، ها شحال باقي في البحر، ها شحال غيشيط، وغنقسموا مجموعي. تجوي معنا قولوا لنا عادي هذا الشيء ونفهمكم. على ذكر هذا الشيء ديال الانتخابات، جا عندي واحد السيد مؤخرا قال لي سي باسو غلاضيتي شويه، قلت ليه غنترشح ان شاء الله. حيتاش دابا المرشح كتلقى عادي بحالنا، ولكن نهار كيدخل الانتخابات كيدير احليق بالشلحه، هو الكرش. انا عاد عرفت علاش واحد السيد عندنا في البلاد راه يلاه ترشح بشي سيمانه دار واحد الكرش، ملي قلبوه لقاو عنده كاميو ديال البلديه في الداخل، صدحوا غير الكلاكسون او الكاميو وضروا الناس باقي كتسمع الكلاكسون ديال الكاميو. خصهم يديروا لنا واحد القانون، شنو هو؟ خص الانسان قبل ما يترشح يتعبر باش اي كيلو تزاد يخلص عليه الضريبه. ها كاين ما يسمى بالضريبه على القيمه المضافه، يديروا الضريبه على الكرش المضافه، تيفيا يديروا تيكرشه، وتمشى القضيه الامور مزيانه هي هذيك، باش كلشي يكون مرتاح. انا راه كنت ملي كنت كنقرا كانت امنيتي نولي مسؤول، ولكن مع يدي خفاف شوي خفت لاندي التقليد ديالكم. هذا الشيء اللي كاين. انا عدي سير ديال الثلاجه وما خليتوش، خلي عليك الا شديت شي ميزانيه مهوره. الوالده ديالي كانت بغاتني نولي معلم، حيت السقف ديال التطلعات ديال الوالده هو المعلم، تحلم حتى تعيا. الوالده كيصحاب ليها البلاد فيها غير المعلمين والوزراء، الوزراء كيتوارثوها والمعلمين هما حلاولا الشعب. صافي فعلا قريت حتى شديت الباك، شديت لا ليسونس، شديت الدوك، ودابا الحمد لله شاد الارض. انا قريت في جامعه بنو زهر، مشى الزهر وبقينا حنا كنتسركلوا في لافاك. باقي عقل على النهار اللي كنت غادي فيه لافاك، والواليد مسكين كيدعي معايا وقرا مزيان الله ينجحك، هو كيدعي وانا كنتسنى غير باش مابقيت يجبد لي الصرف نمشي فحالي. فعلا وصلت لافاك، دوزت لونتروتيان، دخلت واحد الاستاذ امريكاني قال لي ار يو شور تو ميك ذيس تشويس؟ قلت ام شور ام غانا ميك ذيس تشويس. او ماي يو سبيك لايك بلاك امريكان. يا ام بلاك بات نوت امريكان. زربت عليه دخلت، جاب الله الغرض. حتى الوالده كانت كتدعي معايا، الوالده الدعوه ديال الوالده شنو هما؟ كتقول لك الله يحل لك البيبان، الله يدير لك السوارت في القفوله. الدعوه ديال الوالده عندهم علاقه ديما بالدروغري، الله يدير لك المسامر من الطريق، الله يزير لك بالكلامونيت، خصك تكون تكنيسيان سبيسياليزي باش تستجب لك الدعوه. اخطر دعوه تدعيها معك امك، اخطر دعوه تدعيها معك امك هي الله يحل لك البيبان. علاش؟ دابا الدعوه ديال الوالدين ترونسفير عند سيدي ربي، انت وزهرك يقدر يكون باب ديال عكاشه، باب ديال دار الضريبه. ليتا ملي تبغي تعي معاك امك الله يحل لك البيبان، حددت معاها اول باب وشكرا.